الظهيرة من الميادين، أهلا بكم. وفي عناوينها: الخزعلي يقول أن اعتقال أحد أفراد الحشد الشعبي جرت معالجته بالحكمة، وجولة ليلية للقاضي في بغداد. انفجار بدورية إسرائيلية اجتازت السياج التقني جنوب لبنان، وضبابية في تل أبيب بشأن طبيعة ما جرى. وزير الدفاع التركي يزور ليبيا على رأس وفد عسكري وإتمام أول عملية لتبادل الأسرى بين قوات حفتر وحكومة الوفاق. سريان حظر التجول في مدينة ناشفيل الأمريكية، والشرطة تعلن وجود أنسجة بشرية في السيارة المنفجرة. اتساع رقعة انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا، والاتحاد الأوروبي يبدأ حملة تطعيم واسعة غدا. وفي هذه الظهيرة: قصص الحضارات يرويها معرض الحكاية والتراث في مدينة مأدبة الأردنية. قال الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي إن ما حصل من اعتقال أحد أفراد الحشد الشعبي بتهمة وصفها بالكيدية جرت معالجته بالعقل والحكمة. وجدد الخزعلي في تغريدة على تويتر الالتزام بالدولة ومؤسساتها، وفي الوقت نفسه بحق المقاومة في إنهاء وجود القوات العسكرية الأمريكية، مع الحفاظ على هيبة الدولة بعدم استهداف البعثات الدبلوماسية. وفي غضون ذلك، أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاضمي جولة ليلية في العاصمة بغداد. المكتب الإعلامي للقاضمي ذكر أن الجولة الليلية شملت جانبي الرصافة والكرخ في العاصمة. وللمزيد ينضم إلينا من بغداد مراسلنا محمد الفهد. محمد، أهلا بك. نسأل في البداية عن الجولة الليلية التي قام بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاضمي، في أي إطار، في أي توقيت عفوا، وماذا عن دلالاتها؟ يعني حتى الآن دينا أن هذه الزيارة هي ضمن المفهوم العام هي زيارة طبيعية لاعتباره القائد العام للقوات المسلحة، وتاليا هذه الشخصيات هي تتجول في العاصمة أو أي منطقة أخرى في العراق، وبالتالي هو قام بجولة على الأجهزة الأمنية المنتشرة في جميع مناطق العاصمة، لا سيما الخطط الأمنية لحماية الأمن والاستقرار ولحماية المواطنين، وأيضا للاطلاع على الخطط الموضوعة خلال هذه الأيام التي تتزامن مع رأس السنة وكذلك ذكرى اغتيال القادة الشهداء. كذلك ربما ما ميز هذه الزيارة أنها تزامنت مع توتر شهدته العاصمة العراقية بغداد بعد أن اعتقلت الأجهزة الاستخبارية العراقية أحد العناصر التابعة لعصائب أهل الحق، وبالتالي أحدث تداعيات ومواقف عديدة عقب هذا الاعتقال، ويعني تزامن هذا الاعتقال والمطالبة بإطلاق سراحه مع حملة إعلامية، كذلك مع مواقف أخرى أدت إلى أن تظهر مواقف عديدة سواء من الأمين العام لعصابة أهل الحق. نعم. والذي تحديدا قال في مخص أن المحتقل هو العناصر. نعم. في مخص هذا الكلام والتغريدة للشيخ قيس الخزعلي، ذكر بأن الاعتقال كيدي، قال جرى التعامل مع هذا الاعتقال أو جرى حل الاعتقال بالحكمة والعقل، وقال أيضا عن حق المقاومة بتحرير الأراضي من القوات العسكرية الأمريكية. أي إشارات وأي رسائل في هذه التغريدة محمد؟ هذه التغريدة هي أتت في وقت كما قلت هنالك توتر شهدته العاصمة العراقية بغداد، وأتت ضمن المواقف التي ذهبت باتجاه التهدئة، ولا سيما التغريدات التي صدرت من عدد من الشخصيات التابعة لعصائب أهل الحق والتي دعت الالتزام بالقانون، وكذلك إعطاء فسحة كبيرة للتحقيقات العادلة مع الشخصية المعتقلة، وكذلك لإيضاح الصورة بأن المعتقل هو منتمي للأجهزة الأمنية العراقية الحشد الشعبي، وبالتالي أن ما حدث من توتر هو تم تلافيه من قبل الشخصيات البارزة بعد الدعوة إلى التهدئة، وكذلك الحق في مقاومة الاحتلال هو لإيضاح الصورة بعد أن كان هنالك اختلاطا للأوراق في الأيام الماضية، ولا سيما بعد استهداف السفارة الأمريكية والاتهامات التي وجهتها واشنطن إلى مجموعات مقربة من طهران كما تقول، وبالتالي هي أيضا فيها مواضيع عديدة في هذه التغريدة، توضيح موقف الفصائل العراقية
من الوجود الأمريكي، موقفها من قصف السفارة والأماكن الدبلوماسية كما أشير في هذه التغريدة، وأيضا هي أتت ضمن الحدث الذي حصل في العاصمة العراقية بغداد والتوتر على خلفية اعتقال أحد الأشخاص، وبالتالي أيضا حتى هذه اللحظة هنالك هدوء في العاصمة العراقية بغداد، هنالك أيضا بحسب المصادر أن هنالك تفاهمات لحل هذا الإشكال الذي حصل، هنالك عدة روايات، الأولى تقول أن الشخص تم تسليمه لأمن الحشد الشعبي، لكن قبل قليل وزارة الداخلية قالت لم نسلم المتهم إلى أي جهة أخرى، وبالتالي كل ما يجري في المفهوم العام دينا أن ما يجري هي يعني قضايا تخص الأجهزة الأمنية العراقية وليست شخصيات خارج هذا الإطار سواء كان لدى وزارة الداخلية أو لدى أمن الحشد الشعبي، وبالتالي تم تلافي هذا التوتر الذي حصل في العاصمة. إذا محمد الفهد مراسلنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. أفاد مراسلنا في جنوب لبنان بوقوع انفجار بدورية إسرائيلية عند الحدود في الجانب المحتل قبالة بلدة العديسي في قضاء مرجعيون، وأضاف أن الانفجار الذي وقع فجر اليوم أصاب الدورية التي اجتازت السياج التقني أثناء عملية تمشيط في الحرج أسفل موقع مسكف عام العسكري، وذكر أن الحركة طبيعية في الجانب اللبناني في حين سيرت القوات الدولية دوريات على طول الخط الأزرق. في المقابل ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الانفجار يأتي ضمن إجراءات عملانية روتينية للجيش الإسرائيلي، فيما قال معلق الشؤون العسكرية في موقع ولا أمير بحبوط أن الانفجار وقع بكل تأكيد معتبرا أن هناك ضبابية تحيط بالأمر. وفي غزة جرح فلسطينيان بينهما طفل نتيجة القصف الإسرائيلي على القطاع، ووفق مراسلنا فقد استهدفت المقاتلات الإسرائيلية موقعا تابعا للمقاومة في حي التفاح شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى تضرر مستشفى الدرة وعدد من المنازل في المنطقة، كما استهدف القصف الجوي نقطة للضبط الميداني شرق دير البلح وأرضا زراعية شرق مخيم البريج وسط القطاع. إذن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل قال للميادين إن العدوان الإسرائيلي على غزة يكشف حجم أزمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأشار إلى أن العدوان يشكل محاولة من الاحتلال لخلط الأوراق في المنطقة. يعني هذا العدوان يكشف مدى التخبط والإرباك الذي يعيشه العدو الصهيوني وذلك الهاجس. هناك إرباك في الساحة السياسية الصهيونية وأزمات متكررة، حل الكنيسة للمرة الثالثة وذاهبون إلى انتخابات رابعة، كتصدير لهذه الأزمات التي يعيشها نتنياهو والقادة الصهاينة، كما أنه محاولة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته الذي تتقدم كثيرا في إمكانياتها، وأيضا هذا يعني خلط الأوراق في المنطقة. كما استنكر المدلل إقامة أي علاقات مع الاحتلال، ورأى أن التطبيع يعطي الضوء الأخضر للعدو للاستمرار في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني. هذا التطبيع يعني هو الذي يعطي الضوء الأخضر ويعطي الشرعنة للعدو الصهيوني لأن يستمر في جرائمه ضد أبناء شعبنا، إن كان في غزة وإن كان في الضفة، هذا الاستيطان والضم للأراضي وهذا التهويد وهذا القتل واعتقالات المستمرة، بلا شك أن هذا التطبيع قد أضر كثيرا، ولم بالعكس تماما، التطبيع يعطي خدمة مجانية للعدو الصهيوني، وهو الذي يعطي العدو الصهيوني الضوء الأخضر للمزيد من الجرائم ضد أبناء شعبنا. هذا الحصار الذي نعيشه في قطاع غزة أيضا، لذا نحن نطالب أمتنا العربية بأن تقف في وجه هذا التطبيع وأن تعمل على دعم وإسناد شعبنا في مقاومته للعدو الصهيوني. المتحدث باسم حركة حماس حزم قاسم قال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب عدوانا همجيا ضد قطاع غزة. قاسم أكد أن قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية تسبب في ترويع المدنيين الآمنين، وأصابت شظايا صواريخ الاحتلال مستشفى أطفال ومركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبالعودة إلى الخبر، الانفجار الذي وقع قبالة الحدود مع فلسطين المحتلة في جنوب لبنان في الأراضي المحتلة طبعا، ينضم إلينا من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام. ناصر، هناك نوع من التخبط وتضارب في المعلومة حول ما إذا كان هذا انفجار حدث في دورية عسكرية أو فعالية عسكرية، أو هو ربما مجرد يعني إجراء روتيني أو حادث عملاني بحسب ما ذكر أحد المراسلين العسكريين. هذا التخبط الإسرائيلي كيف نفهم، والأخبار الواردة حتى الساعة ما هي حول هذا الانفجار، طبيعة الانفجار؟ تحياتي دينا. في الحقيقة بعد صمت لنحو ساعتين أعلن ناطق لسان جيش الاحتلال بأنه ما جرى هو في إطار تدريبات كان يجريها جيش الاحتلال قرب حدود لبنان، وأنه لا وجود لأي إصابات في هذا الموضوع. الأمر تطلب هذا الوقت بعد صمت، وبعد أن كانت تقارير عربية وغير عربية تحدثت حول وجود انفجارات على الحدود. يبدو أنه المستوطنين أيضا طلبوا إجابة لما يحدث هناك. عادة هم يرسلون تحذيرات بأنهم سيقومون بتفجيرات خشية أن يرتعب المستوطنون في المستوطنات المجاورة. هذه المرة بعد نحو ساعتين قالوا بأنه هذا من سلاح الجيش الإسرائيلي، وأنه في إطار التحضيرات أو التدريبات الموجودة، ولا يوجد أي إصابات في الجانب الإسرائيلي كما ورد حرفيا. طيب ناصر، التحليلات في وسائل الإعلام الإسرائيلية هل صدقت ما ذكرته، يعني ما ذكره المتحدث العسكري الإسرائيلي باسم الجيش الإسرائيلي؟ الأمر لا يسوى كثيرا طالما أن حزب الله لم يعلن أنها عملية، وبالتالي تبقى دون حالة الهستيريا التي يمكن أن تصيب المستوطنين هناك. الخشية عند الأوساط العسكرية، الخشية عند المستوطنين أن حزب الله لم يتنازل بعد عن رغبته في الانتقام لما تفعله إسرائيل، وبالتالي كل هذا الاستنفار على الحدود مربوط بهذه الزاوية. طالما أن حزب الله لم يقل شيء، وبالتالي الجمهور الإسرائيلي سيصدق أي رواية من جيش الاحتلال بما فيها أن هذه أسلحة الجيش الإسرائيلي أو تدريبات أو ربما انفجار قنبلة عارضة. لكن لم يعلن بأنها عملية، وهذا يجعل الجبهة الداخلية في حالة هدوء نسبي بانتظار أنه التوعدات من جانب حزب الله لا تزال موجودة، ولا يزال القلق موجود لديهم بأنه على الأيام القادمة ما قبل مغادرة ترامب للبيت الأبيض قد تحمل أي مفاجآت، وهذا الشعور تعيشه الجبهة الداخلية الإسرائيلية طوال هذا الوقت. إذا ناصر اللحام مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة، شكرا جزيلا لك. حالما تقرر الذهاب إلى انتخابات مبكرة في إسرائيل فتح صندوق الفضائح السياسية، وكشفت تحقيقات إعلامية مدعمة بتأكيدات من محافل أمنية أن الإيرانيين يملكون بالفعل إثباتات تحرج مسؤولين إسرائيليين كبار. هاني فحص. بمعادلات جديدة تدخل إسرائيل مجددا إلى دوامة انتخابات مبكرة، انتخابات يرجح أن تختلف عن سابقاتها في ضوء التطورات المهمة التي طرأت على مجمل الساحة الحزبية. المعادلات وموازين القوى التي خيضت على أساسها الجولات الثلاث السابقة تغيرت مع انكسار عقدة الخوف في معسكر اليمين من تحدي بنيامين نتنياهو، الأمر الذي تجلى في التمرد غير المسبوق ضده في حزب الليكود وتجرؤ رئيس حزب يمين نفتالي بنت على طرح نفسه بديلا من زعامة نتنياهو. هذا في المتغير، أما في الثابت فإن عفاريت السياسة أطلت مجددا برأسها، وبعدما سربت خلال الجولة الانتخابية الماضية فضيحة الاختراق الإيراني لهاتف رئيس حزب أزرق أبيض بني جانتس منافس نتنياهو الوحيد حينها، جاء هذه المرة تأكيد حدوث الاختراق عبر محافل رسمية ومقربين من جانتس. قضية اختراق هاتف رئيس أركان سابق ومنافس جدي على رئاسة الحكومة سرعان ما دخلت حينها في بزار الانتخابات، حيث وظفها حزب الليكود في حملته الانتخابية الشرسة ضد غانتس. وبحسب مراقبين كان الليكود ينوي الذهاب أكثر من ذلك في توظيف هذه القضية، لكنه تراجع خشية إحراج نتنياهو.
بني جانتس كان لديه مواد قادرة على إحراج نتنياهو وتوريطه. التحقيقات الإسرائيلية الموثقة كشفت أن المعلومات الحساسة عن اختراق هاتف جانتس وضعت على طاولة رئيس الشباك نداف أرجمان في أيلول سبتمبر من العام 2018، لكن أرجمان بحسب مراقبين أخفى ذلك عن نتنياهو على الرغم من أنه مسؤوله المباشر، بل أخبر سرا بني جانتس بأن الإيرانيين نجحوا في اختراق هاتفه الجوال وسحب مواد تكشف تحركاته كلها من الرحلات الجوية وصولا إلى أرقام الغرف التي حجزها في الفنادق. توجه وزير الدفاع التركي خلوص أكار إلى ليبيا برفقة رئيس الأركان وقادة في الجيش، وذكرت مصادر ليبية أن أكار غير وجهته في آخر لحظة من قاعدة الوطية إلى مطار معيطيقة، وأضافت أنه من المقرر أن يزور الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة لحضور حفل عسكري. وأعلنت وزارة الدفاع التركية أمس أن قواتها نظمت تدريبات لقوات الوفاق على إطلاق النار بالأسلحة الثقيلة. إلى ذلك، أجريت في ليبيا أول عملية تبادل بين قوات حكومة الوفاق وقوات خليفة حفتر بإشراف لجنة 5+5 العسكرية، وشملت العملية تبادل 18 عنصرا من قوات الوفاق مقابل 34 من العناصر التابعين لحفتر في منطقة الشويرف جنوب شرق العاصمة طرابلس. وللمزيد ينضم إلينا من القاهرة الكاتب الصحفي الليبي عبد الحكيم معطوك. نرحب بك سيد عبد الحكيم، ونسأل في البداية حول زيارة الوفد العسكري التركي إلى ليبيا. في البداية هي زيارة غير معلنة، وفي أي إطار تأتي، خصوصا بعد التهديدات التي أطلقها حفتر مؤخرا؟ ما هو توقيت هذه الزيارة؟ أولا، حفتر لا يهدد يعني كقائد الجيش، ويتحدث باسم يعني قطعات كبيرة من الليبيين وينبض بالمقاومة، يعني اتفقنا ولا اختلفنا معه، فهذه صيغة قلقة. لا يهدد، الذي يهدد هو المستعمر، هو وزير الدفاع التركي الذي جاء ودنس أرضنا، ونحن كشعب لم نوافق على هذا الاتفاق ولا نقبل بوجود قوات تركية. فهم حقيقة وجودهم على الرغم من أنهم يتكئون فيه بأن استدعيوا من قبل هذه الحكومة المنصبة من الأمم المتحدة، ولكن ذات هذه الأمم المتحدة التي تحولت إلى للأسف إلى مكتب في الإدارة الأمريكية هي التي قررت منذ أسبوع تقريبا بضرورة خروج هذه القوات والقواعد. فنحن سوف نعمل على هذه الازدواجية، طالما أنتم يا أتراك تتكئوا على أن حكومة الصخيرات دعتكم، فالأمم المتحدة التي اعترفت بهذه العقوبة قالت لكم اخرجوا، لأن لا يمكن لأي من تلك المسارات التي وضعتها البعثة برئاسة ستيفاني والي مزان تصل إلى أهداف غاياتها طالما هناك قوات وقواعد أجنبية. سيدتي، اليوم نحن نتحدث عن الغرب الليبي من سرت تحديدا حتى الحدود التونسية. عندما تحدثت عن قاعدة الوطية، ولماذا لم ينزل في قاعدة الوطية؟ لأن قاعدة الوطية محاطة بسلسلة من الضياع، يعني من القرى والقبائل، كلهم موالين للجيش الليبي وقدموا شهداء في الحرب الأخيرة. يعني هم محاصرون يعني، ولكن يصرون لأن هذه العنتريات. هم في شمال سوريا، هم في ليبيا، هم في ناغورني كاراباخ، هم يتمددون على حساب حريات الشعوب وينهبون مقدراتها. طيب سيد عبد الحكيم، نفهم من حضرتك بأن هذه الزيارة تأتي في ربما في يعني في رسالتين من خلال هذه الزيارة. أولا، رسالة جرعة دعم ربما لقوات الوفاق، وثانيا رسالة إلى الخارج الذي يعني رسالة يعني استفزاز للخارج. هذا من أفهم هم يدري. شوفي، حكومة الصخيرات، حكومة السراج، تحولت إلى أداة في عند أردوغان، يعني عند حزب العدالة والبلاد، لأن الذي يسيطر على الغرب الليبي سياسيا هو التنظيم العالمي لإخوان المسلمين فرع ليبيا. وهذه الحكومة أصبحت يعني تتحرك وفق أجندة يعني معلنة، ولا تكترث بمعاناة الليبيين ولا برغباتهم ولا بقناعاتهم ولا بتطلعاتهم. طبعا هم جاءوا لكي يعني يصروا على التعاون مع هذه الأداة ويعززوا من موقفها من جهة، ومن جهة أخرى الرسالة هي ليست هي تحديدا لمصر. يعني طبعا أنت تعرفين بأنه منذ أسبوع تقريبا
أن جاء عباس كامل مدير رئيس المخابرات المصرية، يعني أيضا هي رسالة موجهة إلى مصر، هذا بنفهم من حضرتك. بالضبط، هي رد على الزيارة العاجلة التي قام بها مدير المخابرات المصرية عباس كامل إلى حفتر، ولاحظت بعد تلك الزيارة بيومين خرج حفتر في خطاب متلفز وقال أمام الأتراك خيارين، إما الخروج وإما المقاومة. وهذا منطق الأوطان وهذا منطق الشرفاء، يعني الذي لا يقول هذا الكلام فهو يعني لا يمكن أن يكون منتميا لهذا الوطن للأسف، بغض النظر عن من قال هذا الكلام، تتفقين تختلفين معه ومبحث آخر، لكن من مسألة مبدئية يعني هناك قوات وقواعد أجنبية، حتى الأمم المتحدة طلبت منهم الخروج، إذا كنا سوف نتنازل عن هذا المبدأ فسوف نفقد الوطن، ونحن تقريبا فقدناه يعني للأسف. طيب ما بعد هذه الزيارة، إلى ماذا ستؤسس هذه الزيارة إن كان داخليا أو إن كان خارجيا، وما بعد هذه الزيارة كيف من الممكن أن تكون مؤشرات أو مؤشراتها؟ هو شوفي هناك حقيقة يعني تم تحرك داخل العاصمة يشي بأن ربما يحصل كباش بين الخصمين الرئيسيين اللي هم فتحي بشاغة وزير الداخلية والسراج، وحديث عن إعادة خارطة التحالفات، وهناك طبعا مجاميع مسلحة مرتزقة أعلنت عنها ستيفاني ويليامز يعني عددهم يربو إلى 20,000 مرتزقا موجودين في منطقة العمليات، يعني منطقة الخط التي ارتسمته القيادة العسكرية المصرية، هنا تحدث عن زمزم وقدحية، يعني المنطقة المتاخمة لسرة الجفرة الهلال النفطي. فنحن أمام سيناريوين، يعني لا نعرف متى تندلع هاتين المعركتين، يعني ما تكون المعركة داخلية في طرابلس بين المجاميع المسلحة أو بين المرتزقة والجيش الليبي في خط سرة الجفرة. نعم، إذا السيد عبد الحكيم معطوق الكاتب الصحفي الليبي حدثنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. هذه ظهيرة مستمرة وفيها جرح 4 أشخاص في إطلاق نار ببرلين. أهلا بكم من جديد. دخل حظر التجول في مدينة ناشفيل الأمريكية حيز التنفيذ بعد إعلان السلطات فرض حالة الطوارئ ووقف حركة الطيران غدا انفجار سيارة في المدينة. عمدة المدينة جون كوبر قال أن الهجوم كان يرمي إلى خلق الفوضى، فيما أعربت الشرطة عن اعتقادها بأن يكون الانفجار متعمدا، وتحدثت عن وجود أنسجة بشرية في السيارة التي انفجرت. التفاصيل مع غراسيا بيتر. تلك كانت التحذيرات الصوتية التي صدرت عن عربة السكن المتنقلة قبل أن تنفجر في ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية في غضون 15 دقيقة. الانفجار الذي يبدو متعمدا كما تقول شرطة المدينة أدى إلى تحطيم النوافذ في المباني المجاورة وتسبب بأضرار مادية كبيرة نتيجة العصف. قائد شرطة ناشفيل جون دريك قال إن عربة متنقلة كانت تطلق تحذيرا صوتيا يقول إذا كان بإمكانك سماع هذه الرسالة فقم بالإخلاء الآن. لقد وجد المحققون أنسجة قد تكون بقايا بشرية، هم يفحصونها لتحديد إن كانت تعود لسائق الكرفان أم لشخص آخر. الشرطة نشرت في تغريدة لها صورة المركبة التي انفجرت، وقالت إن الانفجار كان متعمدا لكنها لا تعرف بعد الدافع أو الهدف، وإن المسؤولين لم يتلقوا أي تهديدات قبل الانفجار. الانفجار تسبب بانقطاع الاتصالات والإنترنت في ولايتي تينيسي وكنتاكي بعد الأضرار التي أصابت شركة اتصالات AT&T وهي تعد معلما في وسط المدينة، كما أدى إلى تعطيل أنظمة الطوارئ التابعة للشرطة، وأوقفت إدارة الطيران الفيدرالية الرحلات الجوية مؤقتا من مطار ناشفيل الدولي وإليه. عمدة المدينة أعلن حظر التجول وفرض حالة الطوارئ، وأكد أن عناصر الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي سيتولون إدارة الأمور في المنطقة للحفاظ على الأمن ومتابعة التحقيقات، وسيعملون على جلب المسؤولين عن الانفجار إلى العدالة، مشيرا إلى أن الهجوم كان يرمي إلى خلق الفوضى والخوف في موسم الميلاد.
وللمزيد انضم إلينا من واشنطن مدير مكتب الميادين منذر سليمان. منذر، المزيد من التفاصيل والمعلومات التي تتكشف بالإضافة إلى المعطيات حول هذا التفجير في ناشفيل. يعني الآن يتركز التحقيق حول الدوافع. يعني هناك عدة فرضيات، ولو وضعنا الفرضية المحتملة أن يكون عملية انتحار بصوت مدوي، بمعنى أن شخص ما كان مسؤولا عن هذا الانفجار يرغب في إرسال رسالة أو مانيفستو وأقدم على هذا العمل. طيب أين هو المانيفستو؟ أين هو تسجيل صوتي؟ الأمر الآخر، إذا كان عملا إرهابيا خارجيا لماذا يتم بهذه الطريقة، أو عمل إرهابي داخلي حتى لنشر الفوضى وغيرها؟ طيب نشر الفوضى يعني بأنه يفترض أن تحصل أيضا بالإضافة إلى الخسائر المادية خسائر بشرية. لماذا اختيار عيد الميلاد أيضا، يعني يوم عيد الميلاد، صباح عيد الميلاد في وقت مغلق، يعني كل هذا الشارع التجاري والمارة يعني نادرون ويتم هذا التحذير؟ إذن في هناك غموض كبير حول الأهداف المطروحة. أيضا ناشفيل ليست ولاية حساسة تتعلق بالانتخابات الأمريكية، كان هناك مثلا خلاف عليها لأنها ليست من الولايات الحاسمة. طبعا عملية تدمير البنية التحتية بما جعل حتى كل الاتصالات الطوارئ والهواتف وحتى إغلاق المطار وإغلاق المدينة كان بسبب أيضا أمني لإمكانية حصر إذا كان هذا الشخص أو الأشخاص الذين يعني يتحملون المسؤولية ربما يحاولون المغادرة، أيضا إذا كان هذا العمل المقصود فيه فقط عمل تخريبي. يعني إذن بالفعل هناك يعني الكثير من الغموض لا يزال، التحقيقات جارية. الخيط الوحيد الآن أمام يعني الأجهزة الأمنية والوكالات التي تحقق هو أن هناك صورة لهذا الكرفان، نعم، وبالتالي من المحتمل أن يكون هناك قدرة على تتبع الأثر ومعرفة الشخص الذي يملك هذا الكرفان، أو على الأقل إذا كان هذا الكرفان قد سرق أيضا يمكن يعني معرفة ذلك من الذي الشخص المسجل باسمه هذا الكرفان. نعم، إذن منذر سليمان مدير مكتب الميادين في واشنطن، شكرا جزيلا لك. قتل وأصيب عدد من المسلحين في مواجهات عنيفة شهدتها مديرية مدغل الجدعان شمال غرب محافظة مأرب بين القوات المسلحة اليمنية وقوات الرئيس هادي. وبالتوازي شنت طائرة التحالف السعودي سلسلة غارات في المديرية، فيما رصد أكثر من 200 خرق لقوات التحالف في جبهة الحديدة خلال 24 ساعة الأخيرة. وفي غضون ذلك تستمر دعوات مستشفى السبعين بصنعاء للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية بسرعة نقل التوأم السيامي اليمني للعلاج في الخارج وإجراء عملية الفصل لإنقاذ حياتهما. أحمد زبيب. منذ 10 أيام والتوأمان السياميان اليمنيان يستنجدان بالعالم، ولا مجيب لا ذنب لهما إلا أنهما ولدا في ظل حرب سعودية وحصار دمرا كل القواعد الطبية اللازمة لفصلهما والعناية بهما صحيا كغيرهما من الأطفال. مستشفى السبعين بصنعاء يقول إن حالة التوأمين حرجة ويتحتم نقلهما إلى الخارج، وكامل المسؤولية تقع على الأمم المتحدة الصامتة. حالة الطفلين بشكل عام حرجة وتحتاج إلى تدخل سريع. نحن ككوادر في مستشفى السبعين أو في اليمن بشكل عام ليس لدينا الخبرة الكافية ولا التجهيزات ولا الإمكانات للاعتناء بمثل هذه الحالات. مبادرة سعودية منذ أيام أطلقت لإسعاف التوأمين السياميين، لكن صنعاء رفضت العرض باعتباره محاولة بائسة وغير مقبولة لتجميل وجه السعودية القبيح كما تقول السلطات هنا. فكيف لدولة كانت السبب في قتل آلاف الأطفال أن يكون بيدها السبب في حياة آخرين أمثالهم؟
من قتل مئات الأطفال بالحصار، مئات الآلاف الأطفال بالحصار، ومن قتل عشرات الأطفال بطائراته، ومن قصف باص ضحيان كما نعرف جميعا، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمتلك ولو ذرة من إنسانية لكي يقدم مثل هذه المبادرات. 8000 طفل يمني قتلتهم وجرحتهم آلة الحرب السعودية، وهناك مليون طفل يمني يعانون سوء تغذية حادا وفق تقارير أممية. وبحسب صنعاء، هذا جزء يسير من رصيد التحالف المأساوي بحق اليمن، ولذلك لا مكان لمبادراتها الإيجابية كما تدعي. المبادرة الوحيدة التي يمكن أن تقبلها سلطات صنعاء من السعودية هي إيقاف الحرب والحصار على اليمن فورا لإصلاح ما أفسده التحالف، أما غيرها من المبادرات فلن تكون إلا محاولة لتجميل صورة سوداء يعرفها العالم ولن تتغير. أحمد محمد زبيب، صنعاء، الميادين. وإلى تطورات فيروس كورونا، حيث أجازت وزارة الصحة الروسية تطعيم من هم فوق الستين عاما بلقاح سبوتنيك في الروسي. في غضون ذلك تستعد دول الاتحاد الأوروبي لحملة تطعيم ضد الفيروس غدا. فيروس كورونا يواصل تفشيه في أرجاء واسعة من العالم، وسط مخاوف تثيرها السلالة الجديدة منه التي ظهرت في بريطانيا، مع آمال بتخطي المرحلة الأصعب والتي تبعث بها اللقاحات التي بدأ توزيعها في الكثير من دول العالم. جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أعلنت أن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا حول العالم تخطى حاجز 1,750,000 حالة، فيما ناهز عدد المصابين 80 مليونا. ولا تزال الولايات المتحدة والهند والبرازيل من أكثر الدول تضررا منه. في المقابل، أطلق علماء تحذيرات من السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا، وأشاروا إلى أن هذه السلالة أكثر قابلية للانتشار بنسبة 70%. بدورها، أكدت منظمة الصحة العالمية أنه رصدت السلالة الجديدة في 8 دول بأوروبا، بينها فرنسا التي أعلنت رصد أول إصابة على أراضيها، داعية إلى تشديد الإجراءات الوقائية الضرورية. مدير المكتب الأوروبي للمنظمة هانس كلوغي قال عبر تويتر إنه على خلاف السلالات السابقة، فإن السلالة الجديدة تنتشر بين الفئات العمرية الأصغر، مشددا على ضرورة إبداء اليقظة أثناء استمرار التحليل لتحديد مدى تأثيرها. وفيما تتوالى الإغلاقات في الدول الأوروبية للتصدي للجائحة، تسلم الاتحاد الأوروبي أولى جرعات لقاح كوفيد-19 للبدء بحملات تطعيم واسعة. وفي الوقت الذي يرغب فيه الكثيرون في الحصول على لقاح في أسرع وقت ممكن، يشعر آخرون بالقلق من أخذ اللقاح. مخاوف زادت مع تأكيد إصابة طبيب في مدينة بوسطن الأمريكية بحساسية شديدة بعد تلقيه لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة موديرنا. خبراء اقتصاديون يحذرون من أن العالم لن يستعيد عافيته الاقتصادية قبل العام 2023، هذا في حال نجحت حملات التلقيح ضد كورونا. مصعصي. الاقتصاد العالمي يحتاج إلى عامين على الأقل لاستعادة مستواه الذي كان عليه قبل جائحة كورونا، هذا طبعا في حال نجحت خطط التلقيح ضد الوباء واستأنف الاقتصاد نشاطه كاملا في الربع الثاني من عام 2021 بحسب توقعات منظمة الأمم المتحدة للتنمية والتجارة أونكتاد. لكن العودة إلى مستويات العام 2019 لا تعني أبدا تحقيق النمو الذي كان متوقعا لو لم تحصل هذه الجائحة. تأثير كوفيد-19 هو الأكثر حدة على الاقتصاد العالمي في التاريخ، والتوقعات للفترة المقبلة هي مزيد من التدهور في أوروبا والولايات المتحدة والغرب عموما. أعتقد أن إجراءات الوقاية ستكون مشددة جدا حتى شهر شباط فبراير أو آذار مارس المقبلين. وقد نشهد التلقيح على نطاق واسع في الولايات المتحدة وأوروبا في أيار مايو المقبل، وهذا سيدفع بالاقتصاد قدما، لكن بداية التعافي غير متوقعة قبل الثلث الثالث من العام المقبل. موجة كورونا الحالية قضت على آمال الانتعاش الاقتصادي التي كانت متوقعة في الربع الأخير من العام الجاري.
تقديرات خسائر العالم في النصف الأول من العام بلغت 12 ألف مليار دولار، وهذه التقديرات استندت إلى توقعات باستعادة النشاط الاقتصادي في الثلث الثالث أو الرابع من عام 2020، لكن هذا لم يحدث، ولا سيما في الدول الأوروبية والولايات المتحدة بعكس الصين. هذا يعني أننا سنكون حتما أمام خسائر تفوق بكثير رقم 12 ألف مليار دولار. استئناف النشاط الاقتصادي بقوته الطبيعية مرتبط بالتوزيع العادل للقاحات على الدول والشعوب كافة، لأن اقتصار التوزيع على الدول الغنية فقط لن يحد من انتشار الوباء بحسب منظمة الصحة العالمية. خلاصة القول إن العودة إلى المساويات الاقتصادية ما قبل الجائحة يمكن الوصول إليها خلال العامين 2022 و2023، لكن النمو الذي كان يجب تحقيقه لو لم تكن الجائحة تحول إلى خسارة تاريخية قد لا يعوضها العالم أبدا. موسى عاصي، جنيف، الميادين. اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة بإعاقة شراء إيران لقاح كورونا. وخلال اجتماع المجلس الوطني لمكافحة فيروس كورونا، أشار روحاني إلى أن العقوبات الأمريكية تشمل كل المجالات، وأشار إلى أن إيران ستتغلب على العقوبات وتحبطها. وإذ أكد سعي بلاده للحصول على لقاح كورونا، شدد على رفض أن يكون الشعب محلا لتجارب اللقاحات غير المعتمدة. أكد قائد القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تنكسيري أن القوة البحرية للحرس مستعدة إلى حماية الحدود المائية والدفاع عن مصالح إيران وأمنها. وفي تصريح خلال جولته في جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى، قال تنكسيري إن القوة البحرية المستقرة في الجزر الإيرانية في الخليج تتميز بجاهزيتها القتالية العالية واليقظة. قتل عنصران في الشرطة الأفغانية وأصيب آخرون في سلسلة انفجارات هزت كابول، وقتل الشرطيان عندما انفجرت قنبلة ألصقت بشاحنة في وسط العاصمة، كما أصيب عنصر أمن بجروح في هجوم مشابه استهدف شاحنة ثانية للشرطة غرب كابول، فيما وقع انفجار ثالث في المدينة لم يؤدي إلى سقوط ضحايا. عندما وصلت السيارة إلى هنا قبل نصف ساعة سمعنا دوي الانفجار، كان بداخلها شخصان، سقط أحدهما على سطح محل لبيع المثلجات والآخر سقط بجانبه في محل للخياطة، وأصيب رجل. اتصلت بالإسعاف ووصلت سيارة الإسعاف ونقلت الجرحى إلى المستشفى. أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي هجوما كانت تعد لتنفيذه خلية لداعش في داغستان. بيان الأمن الفيدرالي أشار إلى اعتقال 4 أشخاص كانوا يخططون لتفجير عبة قرب مبنى إداري تابع لقوات الأمن، ثم شن هجوم مسلح ضد موظفي وزارة الداخلية في العاصمة محج قلعة. أصيب 4 أشخاص بجروح من جراء إطلاق نار في منطقة كروزبرغ في العاصمة الألمانية برلين. متحدث باسم الشرطة أكد حدوث إطلاق نار شارك فيه أشخاص متعددون، وأضاف أنه ليس هناك ما يدل على وجود دوافع سياسية خلف هذه الحادثة. هنأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بريطانيا والاتحاد الأوروبي على اتفاق تجارة، وقالت إن واشنطن مستعدة لبناء علاقات أقوى عبر الأطلسي. هذا ويبدأ الاتحاد الأوروبي مطلع الأسبوع إجراءات توقيع الاتفاق وتنفيذه، ويتعين على الدول الأعضاء الموافقة على النص وتوقيعه مساء الثلاثاء أو الأربعاء، كي يتسنى نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الخميس، وما يتيح دخوله حيز التنفيذ مطلع العام الجديد. قصة الإنسان منذ فجر التاريخ يستحضرها معرض الحكاية للتراث في مدينة مأدبة الأردنية، حيث يستحضر عدد من قصص الأنبياء وانتقال الإنسان من حياة البادية إلى الحضر. تقرير لنا شاهين. يزول المكان ويفنى الإنسان وتبقى الحكاية. هنا في كل زاوية من زوايا هذا المتحف تروى حكايات حضارات سادت ثم بادت، وبلمح البصر تسافر عبر الزمن وتنتقل بين الماضي البعيد والحاضر القريب.
بالقسم الديني بالمتحفي بتبلش من أيام سيدنا نوح لما عمل الفلك وركبوا كل الحيوانات وأيام الطوفان. بنشوف تجسيد لقصة النبي موسى اللي هو لما بنت الفرعون انتشلته من مياه نهر النيل. هنا بنشوف قصة سيدنا النبي موسى نازل عن جبل سيناء لما ربنا بعث له الوصايا العشرة. وهي المسلة اللي حفرها الملك ميشع، نص مكتوب باللغة الأرامية القديمة. هذا من أهم النصوص التاريخية الموجودة عندنا بالأردن، ولادة المسيح في بيت لحم. بعدين بنشوف المقطس كيف النبي يحيى عمد المسيح في مياه نهر الأردن بالمقطس. هنا بنشوف قطع رأس يوحنا المعمدان أو النبي يحيى. العشاء الأخير أو من القرآن الكريم سورة المائدة. ندخل على القسم الإسلامي بنشوف أهم تجسيد للكعبة لقبة الصخرة وللمدينة المنورة. القسم البدوي هو تمثيل الحياة البدوية، كلها قطع تراثية قديمة. القسم العسكري اللي هو من أيام الثورة العربية الكبرى. السوق القديم بتمثيل متحركة حتى يعطي طابع إيش كانت مادبا وإيش كانت عمان قبل 50 أو 60 سنة. رجعنا لأيام حلوة كتير، يعني نحس القديم هذا اللي إحنا مشتاقين له. لنا شاهين عمان قال ويدي. الخزعلي يقول إن اعتقال أحد أفراد الحشد الشعبي جرت معالجته بالحكمة وجولة ليلية للقادم في بغداد. فجار بدورية إسرائيلية اجتازت السياج التقني جنوب لبنان وضبابية في تل أبيب بشأن طبيعة ما جرى. وزير الدفاع التركي يزور ليبيا على رأس وفد عسكري وإتمام أول عملية لتبادل الأسرى بين قوات حفتر وحكومة الوفاق. سريان حظر التجول في مدينة ناشفيل الأمريكية والشرطة تعلن وجود أنسجة بشرية في السيارة المنفجرة. اتساع رقعة انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا والاتحاد الأوروبي يبدأ حملة تطعيم واسعة غدا. وكان في هذه الظهيرة قصص الحضارات يرويها معرض الحكاية والتراث في مدينة مأدبة الأردنية. للمزيد زوروا صفحة الميادين على الانترنت الميادين.net والميادين بالإسبانية لمتابعينا باللغة الإسبانية. إلى اللقاء.